من بداية الأيام قال الله ليكن نور حتى يفصل بين النور والظلمة، وقال يسوع أنتم نور العالم. وأيضا أحبائي هون بنشوف كذا آية بتتكلم عن النور، نحن أولاد النور، كنا قبل ظلمة نعمل أعمال الظلمة، أعمال الشر، أعمال الشيطان، أعمال العمى الروحي، ولكن الآن بالمسيح أصبحنا نور فنشرق هذا النور على الآخرين. لذلك يقول استيقظ أيها النائم، كنا أمواتا بالذنوب والخطايا، استيقظ، استمر بالحياة أنك تحيا مع يسوع المسيح. بصلي من كل قلب أن هاي الرسالة تكون بركة لحياتك. إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار من فضلك تواصل معنا.